السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غندير التصحيح ديال ديداكتيك اللغه الفرنسيه سنه 2020. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي لحنا قبل، ونتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الناس الاخرين حتى هما باش يستافدوا، وكذلك يعني باش تعم الفائده وكل شيء يستافد. اذا عندنا دوزيام بارتي دو لي بروف. اذا قال لك اون كاتريام اني دو لونسونيوم بريمير l'étude du présent, présent de l'impératif des verbes usuels de troisième groupe est programmée en conjugaison dans les semaines 3 et 4 de la cinquième unité intitulée La forêt. Mazien, idem, هنا إلى لاحظتوا معايا عطاوهم بالنسبه اون كاتريام اني دو لونسونيوم بريمير، يعني عطاهم المستوى الرابع ابتدائي علاش غادي تخدم، وهذا المستوى راه مهم باش يعطيه لكم مزيان. وعطاهم ليتي دو بريزون دو لامبيراتيف، يعني غندرسو في هذا الدرس يعني بريزون دو لامبيراتيف دي فيغ ايزيول ديال تروازيام جروب مزيان. وكذلك عطاوهم لانتيتيلي هي لا فوري، وعطاوهم مثلا les semaines 3 et 4 de la 5e unité. إذن هادو بعض الأمور اللي مزيان تعرفوهم باش تراعيو ليهم، نهضرو عليهم مزيان من بعد. إذن قال لك voici un support proposé pour l'étude sous forme de langue. إذن هذا هو سيبور، ودائما في الامتحان راه كيعطوكم واحد السيبور، واحد النص اللي غادي علاش غتخدموا، راه ميمكنش يجي ضروري كيعطوكم واحد النص اللي غادي تخدموا، وانطلاقا من داك النص يعني كنديروا واحد لافيش بيداغوجيك. مزيان، إذن قال لك هنا Manel et Kamel se promènent dans la forêt avec leurs parents. Les deux enfants veulent cueillir des fleurs. Mazien. Idan galak, allez-y mes parents, dit la maman. Faites attention, ajoute le papa. D'accord, disent les deux enfants. Mazien. Idan hadouma, hadouan nous, attafé, bad les verbes. Bhal aller, faire. Il a ri. دير. اذا هذا هو النص اللي غادي نخدموا عليه باش نبنيو واحد الدرس راني الراعي المستوى، راه ملي كيقول لك اون كاتريام اني دو لونسونيوم بريمير، اذا راه حدد لك المستوى الرابع. اذا انت ملي غادي تمشي تبني هنا الجداده، علاش يعني ملي غنديروا الجداده هنا يعني هما اصلا عطاونا دي كيسيون يعني متفرعين انطلاقا من الجداد. اذا هاد لي كيسيون اللي غنراعي المستوى ديالهم، ميمكنش انا نعطي اسئله صعيبه والتلميذ كيقرا في المستوى الرابع. يعني هنا نراعيو القدرات الذهنيه ديال التلميذ في كل مستوى، ونقالوا لنا الثاني ولا الثالث عاوتاني قالوا لنا الخامس والسادس عاوتاني خصنا نعطي على حسب النيفو ديال التلميذ اللي كيقرا في الخامس والسادس. مزيان، هادو اذا نردوا لهم البال، داكشي علاش كيحدد لك المستوى. اذا وغنخدموا على هذا السيبور دائما، يعني ما تزيد انت حتى شي حاجه من راسك. ملي كيعطيك السيبور غتمشي باش انك تحدد لي فيرب، واش انك كتنطلق من هذا، لان هذا هو علاش غادي يخدموا التلامذ، هذا هو السيبور اللي عندك. اذا هذا هو علاش غادي تخدم، ما غتزيد حتى شي حاجه من راسك، انت غادي تكون غير انك تكون فاهم الدرس ديجا، وانطلاقا من هذا غتبني لهم الدرس. اذا نمشيو. اذا قال لك السؤال الاول ا بارتير دي سيبور سيس مونسيوني ايلابوري اون فيش بيداغوجيك pour cette activité de conjugaison suivante. مزيان، قال لك انطلاقا من هذا السيبور غنيلابوري واحد لافيش بيداغوجيك. مزيان، اذا هما عطاونا واحد النشاط كيهضر على لا كونجيغيزون. مزيان، بالنسبه للسؤال الاول قال لك ديفينيسي لوبجيكتيف دابرونتيساج فيزي. مزيان، اذا قال لك حدد لي الاهداف ديال هاد لابرونتيساج. اذا الاهداف شنو هما انطلاقا من الدرس؟ غنشوفوا الاهداف، يعني حنا علاش غنخدموا في هذا الدرس؟ غنخدموا على ليتيود دو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب ايزيال دي تروازيام جروب. اذا الهدف من هذا الدرس شنو هو؟ قلنا ديفينيسي لوبجيكتيف دابرونتيساج فيزي. اذا شنو هو لوبجيكتيف من هذا الشيء كامل حنا اللي كنديروا دابا هذا السيبور؟ اذا هو لا كونجيزون دي فيرب ايزيال دي تروازيام جروب و بريزون دو لامبيراتيف. اذا الهدف هو ان التلميذ خصو يعرف يكونجيكي لي فيرب ديال تروازيام جروب في البريزون دو لامبيراتيف. اذا هذا هو الهدف. ونعطونا مثلا شي حاجه اخرى غنديروها هنا، بما انه ما عطى قال لك لوتيد دي بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب ايزيال تروازيام جروب، راه هي اللي كنكتبوا هنا. مزيان، قال لك السؤال الثاني مونسيوني لا ديري إلي النومبر دو لا سيونس، يعني قال لك حدد لي الوقت وعدد الحصص. اذا دائما كتكون عندنا 60 دقيقه مفرقه الى جوج، 30 دقيقه في الحصه الاولى و 30 دقيقه في الحصه الثانيه، يعني عندنا دو سيونس وعندنا 60 دقيقه مفرقه لجوج. مزيان، واحد ثلاثه قال لك ساشون
Que l'activité en question se déroule en quatre étapes méthodologiques. Mais l'activité qui dure alors quatre des marahil méthodologiques, yani pédagogie. Mais cohérent et complémentaire, indiquer ces étapes et proposer en fonction de leur objectif. كل ايطاب اعطيني لوبجيكتيف منها يعني قال لك اقترح ليا ها هي قال لك انديكي سي ايطاب بي بروبوزي اون فونكسيون دو لور اوبجيكتيف يعني كل ايطاب خصنا نحاولوا نعطيو لي كيسيون. اذا هنا قال لك ان كيسيونومو بور لي ايطاب 1 اي 2 قال لك 4 كيسيون او موان بور شاكون دو سي ايطاب يعني قال لك اعطيني في ليطاب الاولى والثانيه قال لك او موان اعطيني واحد 4 ديال الاسئله فهاد لي دو زيتاب. قال لك ان اكزيرسيس بور شاكون دي زيتاب 3 اي 4 قال لك اعطيني واحد التمرين بالنسبه ل 3 اي 4. اذا هذا هو الطابلو اللي كنقول لكم دائما راه كيتعاود اللي فيه لوبسيرفاسيون ديكوفير كومبريونسيون مانيبيلاسيون ابليكاسيون انترينمون ايفالياسيون كونسوليداسيون. اذا هذا الطابلو دائما خصني نعرف شنو كندير في المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. هنا راه حددوا لكم قال لك بالنسبه في الطابلو في واحد وجوج يعني في لوبسيرفاسيون كومبريونسيون غدير لينا او موان 4 كيسيون ديرنا على الاقل ديرنا 4 كيسيون كيتعلقوا بهذا السيبور لان حنا خدامين على هذا السيبور. وبالنسبه ليطاب 3 اي 4 غنديروا فيه واحد ليكزيرسيس يعني في المرحله ديال لابليكاسيون ديال التطبيق والتقويم غنديروا ليهم واحد التمرين وهذا التمرين عاوتاني غنديروا انطلاقا من هذا الشيء اللي درنا. اذا نمشيو نشوفوا. اذا هذا هو الطابلو ها هما عندنا لي زيتاب ميثودولوجيك وعندنا لي كيسيون. اذا بالنسبه ليطاب الاولى هي لوبزيرفاسيون ديكوفير يعني هنا يلا كنديروا الملاحظه والاكتشاف يعني كنحاولوا نطرحوا الاسئله اللي كتعلق بهذه المرحله يعني كل مرحله خصني ندير الاسئله اللي يعني يلا كنبغيو نكتشفوا يعني الملاحظه والاكتشاف يلا كنكتشفوا يعني خصنا نطرحوا الاسئله اللي غادي تكون كتهم هذه المرحله. باغ اكزومبل نقولوا كومبيان دو بيرسوناج ياتيل دون سو ديالوغ كذلك كودي لا مامون اسي دو زونفون كودي لو بابا اسي دو زونفون كومبيان دو فيرب ياتيل دون سو ديالوغ. اذا هنا الى لاحظتوا معايا كنطرحوا اسئله يعني كتعلق غير بالملاحظه والاكتشاف يلا حنا كنكتشفوا الدرس يعني قلنا كومبيان دو بيرسوناج يعني شحال من بيرسوناج كاينه في هذا الديالوغ يعني قلنا شنو قالت لا مامون اسي دو زونفون كودي لو بابا كذلك اسي دو زونفون كومبيان دو فيرب ياتيل دون سون ديالوغ يعني شحال من فيرب عندنا في هاد الديالوغ. يعني هنا كنطرحوا لي كيسيون كتعلق بهاد المرحله يعني يلا كنبغيو نكتشفوا مزيان. هنا المرحله الثانيه عندنا كومبريونسيون مانيبيلاسيون باغ اكزومبل هنا البناء والفهم خصنا نطرحوا اسئله ديال البناء والفهم مزيان. اذا غنقولوا باغ اكزومبل كونستخويغ لي فيرب كونجيغي دون سو ديالوغ يعني استخراج الافعال المصرفه في هاد الديالوغ. كيلي لا تيرمينيزون دو شاكان دو سي فيرب يعني شنو هو التيرمينيزون ديال كل فيرب. ا كيل طون سي فيرب سونتيل كونجوغي مزيان يعني في اي زمان هاد لي فيرب مصرفين يعني هنا كندخلوا في الفهم. ا كيل غروب ابارتيان لي فيرب دو سو ديالوغ يعني فينا جروب واش بروميان ولا دوزيام ولا تروازيام وحنا اصلا راه خدامين على جروب تروازيام جروب لي فيرب دو تروازيام مزيان. اذا هنا دائما كنحاول نطرح اسئله هنا ديال الملاحظه والاكتشاف هنا اسئله كتكون ديال البناء والفهم يعني هنا كنطرح اسئله اللي شوف التلميذ واش فاهم القاعده واش فاهم الدرس يعني خصني نطرح اسئله ديال الفهم. اذا غنمشيو لي زيتاب 3. اذا كما قالوا لينا يعني في ليطاب الاولى والثانيه قال لك اعطيونا على الاقل 4 كيسيون بالنسبه ليطاب 3 اي 4 قال لك اعطوني اكزيرسيس يعني خصك تتبع داكشي اللي قالوا لك. اذا عندنا لابليكاسيون دونترينمون اذا هنا واحد ليكزيرسيس اذا كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لامبيراتيف. اذا باغ اكزومبل غنعطيهم واحد التمرين انطلاقا من داك السيبور وانطلاقا من لي فيرب اللي كاينين في داك السيبور مزيان. اذا عندنا ا باغ اكزومبل لو فيرب فير اونتر بارونتيز وتعطيهم واحد 3 بوان تما 3 نقاط دو فوتر ميور بو بروتيجي لا فوري مزيان. اذا هذه واحد الجمله وتقول لهم مثلا صرفوا لي في دوزيام دوزيام بيرسون دو بلوريال مزيان. وكذلك بالنسبه للبي درنا الي اونتر بارونتيز 3 بوان كوير دي فلور وغتقول لهم بين قوسين يصرفوا لك بروميير بيرسون دو بلوريال مزيان. وبالنسبه للسي لو فير ماتر 3 نقاط لي ديشي دون لا بوبيل مزيان. وتقول لهم مثلا دوزيام بيرسون دو سانغولي. اذا هنا هذا هو التمرين تعطيهم واحد التمرين
يعني بسيط، جمل بسيطة اللي تكون مفهومة، وتراعي داكشي علاش قلنا ملي تعطيهم ليكزيرسيس يعني غتراعي القدرات ديال التلميذ اللي كيقرا في المستوى الرابع ابتدائي. مزيان. وكذلك هنا بالنسبة لي فالياسيون كونسوليداسيون غتعطيهم كذلك اكزيرسيس لأنه مطلبوه منا، نقول مثلا كونجوغ لي فيرب انديكي دون لو تابلو او بريزون دو لامبيغاتيف، وتعطيهم هنا مثلا لو فيرب الي دير فونير فير، اذا هنا ويعمروا لك يعني يصرفوا هذه الافعال في بريزون دو لامبيغاتيف. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجدول، وهذا الجدول راه دائما مهم، راه دائما كنأكد عليه راه كيتعاود، يعني هذه المراحل لي زيتاب خصكم تكونوا فاهمينهم، وكذلك خصكم تفهمين لي كور، لان الا ما فهمتيش لي كور اصلا عطاوك سيبور واني انت ما فاهمش اصلا، ما فاهمش يعني الدرس، يعني او موان خصك بعدا تكون داير اطلاله على الدروس كاملين، يعني تكون فاهم فيهم شويه باش حتى ملي يعطوك السيبور يعني تلقى ديجا عندك شويه ديال المكتسبات باش انك يمكن تعمر هذا الطابلو. اذا بالنسبه للسؤال 1-4 قال لك فورمولي لا ريغل دو لا كونجيغيزون افير ديدوير اي روتونير بار لي زيليف. اذا قال لك تعطينا القاعده او الاستنتاج، هذا الشيء اللي درنا دابا غندير واحد الاستنتاج ونعطيه للتلاميذ. اذا عندنا لا ريغل، اذا قلنا او بريزون دو لامبيراتيف لي فيرب نو سون با اكومباني دو برونون دو كونجيغيزون، بمعنى في البريزون دو لامبيراتيف يعني لي فيرب ما كيرافقوش لي برونون دو كونجيغيزون، يعني ديك جو تو ايل نو فو il ما كيرافقوش لي فيرب. هنا داكشي اللي قال لك او بريزون دو لامبيراتيف لي فيرب نو سون با اكومباني دو برونون دو كونجيغيزون، هنا دوك لي برونون ما كيرافقوش لي فيرب بالنسبه للبريزون دو لامبيراتيف. مزيان. كذلك قال لك اون جينيرال لي فيرب دو تروزيام جروب اون لا ميم فورم او بريزون دو لامبيراتيف كو بريزون دو لانديكاتيف à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est le troisième groupe, yani le verbe du troisième groupe. Rahoumanit la même, il a yani, il a vraiment maintenant le verbe troisième groupe, il a sorti le présent de l'indicatif. Rakamchi ou nakhdounit, dial le présent de l'indicatif, rahoumanit, présent de l'impératif. Mais je kanakhdou, kanakhdou première personne du pluriel. Et deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel. Par exemple, là, tu commences maintenant le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Iden, on a sorti le présent. Iden, là, sorti le verbe aller dans le présent. Iden, on a fait le présent de l'impératif. On va nous dire tu, yani, on a fait deuxième personne du singulier, yani tu, ou on a fait première personne du pluriel. نو او دوزيام بيرسون دو بلوريال فو. اذا راه هذه هي القاعده، قال لك بالنسبه لي فيرب تروزيام جروب راهما نيت كنصرفهم في البريزون دو لانديكاتيف، ولا بغينا البريزون دو لامبيراتيف راه كنمشيو ناخذو نيت من داك البريزون ديال لانديكاتيف كناخذو تو نو فو. مزيان. اذا قال لك هنا اكسيبسيون، اذا عندنا واحد الحاله استثنائيه، قال لك لو فيرب الي ne prend pas s à la deuxième personne du singulier. مازين. اذا قال لك هنا واحد الحاله استثنائيه، كنعرفوا حنا باللي لو فيرب الي الى صرفنا كنقولوا جو في تي فا، تي فا فيها اس كتكتب في ا اس، ولكن قال لك على دوزيام بيرسون دو سانغولي هنا حاله استثنائيه ما كنكتبوهاش باس، يعني كنكتبوها على شكل فا. شاش قال لك لو فيرب الي نو برون با اس على دوزيام بيرسون دو سانغولي. مزيان، يعني ما كنكتبوهاش اس، هذه حاله استثنائيه. قال لك سيغتان فيرب سو كونجيغ اوترومون، يعني عندنا شي افعال كيتصرفوا بطريقه مختلفه. اكزومبل عندنا لو فيرب اتر، بغينا نصرفو في البريزون دو لامبيراتيف غنقولو سوا سوايون سواي. بالنسبة لو فيرب افواغ اي ايون اي، بالنسبة لسافواغ ساش ساشون ساشي. مزيان. اذا هادو شي افعال كيتصرفو بهاد الطريقة مختلفين. اذا دائما يعني راه نفس الاسئلة كيتعطاو، حاولوا غير تفهموا لوبجيكتيف، يعني ماشي انكم ماشي ليسونسيال انك تخدم بزاف ديال الامتحانات باش انك ليسونسيال غير تفهم هاد الاسئله راه كيتعاودوا دائما، كيعطوك لوبجيكتيف يقول لك حدد لي هذوك لي زيتاب ميثودولوجيك، يقول لك هنا لا ريغل، من بعد غيجي يقول لك حدد لي لي ديفيكولتي، من بعد غيقول لك اذا راه نفس الاسئله كيتعاودوا. مي ليسونسيال انك تكون عارف الدروس فاهمهم، وهاد لي زيتاب راه دائما كيتعاودوا. ودائما ننصحكم ملي كتخدموا مثلا خدمتوا هاد الامتحان غتجبدوا واحد الورقه
وشوف شنو استفدتي من هذا الامتحان. ماشي غير تخدم الامتحان صافي، السؤال الاول هذا، السؤال الثاني اش كيقول، السؤال الثالث الطابلو، لا خدمتي اي حاجه، ماشي غير في الفرنسيه، في الرياضيات اي تمرين خدمتيه كتجبد واحد السيلو ورقه وكتشوف شنو استفدتي. مثلا خدمتي امتحان ديال الرياضيات، جبد ورقه، استفدت واحد القاعده كتقول هذه، استفدت عطاوهم طابلو، اذا هذا الطابلو خصو يتحفظ، شنو هو، كنجبد ورقه وما كنشوفش في الامتحان، غير انا وراسي كنجبد ورقه ونشوف القواعد اللي استفدت. هنا كدير واحد التيست لراسك، ما كتسناش حتى يجي الامتحان عاد تيستي راسك، يعني كتيستي راسك براسك. وبالنسبه لهاد الطابلو اللي درنا ديال لي طاب ميثودولوجيك، انت غتاخد غير شي درس، مثلا غتاخد لو تيب دي فراز ولا هذا، وغتجبد ورقه والسيلو انطلاقا من، يعني ما تستناش حتى يجي الامتحان، يعني تدرب، يعني خدم امتحانات انت غير انطلاقا من راسك، جبد السيلو ورقه، خدمتي واحد الجهد هذا، خدم واحد الجهد هذا بلا ما تشوف التصحيح، وهكذا باش انك تكون تدرب مزيان. اذا بالنسبه للسؤال جوج قال لك لوغ de l'évaluation de cette activité de conjugaison, vous constatez que des élèves éprouvent des difficultés à conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif. Mais il y a quelque chose à trouver, de la anchita. Il y a quelque chose à dire. Tel ami qui a conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif. Mais il y a une question. Soit il y a montrer comment vous procédez pour remédier à ces difficultés. Mais il dit, 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 au rappel de la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif en utilisant les ardoises. يعني غدير لهم مثلا يصرفوا لو فيرب الي في البريزون ويستعملوا الالواح. كذلك ايكريغ او طابلو لا كونجيغيزون دو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف على دوزيام بيرسون دو سينغولي اي دوزيام اي بروميير بيرسون دو بلوريال اي لا دوزيام بيرسون دو بلوريال. يعني غنصرفوا فتي تو نو او فو. مزيان. كذلك ايكريغ او طابلو لا كونجيغيزون دو فيرب الي او بريزون دو لامبيراتيف. يعني قلنا حنا لو فيرب كنصرفوه بالنسبه للتروازيام جروب كنصرفوه عادي في البريزون، كنمشيو ناخذو تو و نو و فو. غير هنا في الي راه حاله استثنائيه، ديك تو راه كتكتب في ا اس تو فا، مي كنحيدو داك اس راه طرقنا لها قبيله. اذا هنا هادو غير بعض الجمل، انت ممكن تكتب جمل انطلاقا من عندك كيفاش انك غادي تعالج، تكتب السبوره ولا تعطيهم تمارين وتعاونهم. المهم كل واحد كتكون عنده النظره ديالو كيفاش انها غتوصل للتلميذ وكيفاش غتعالج دوك الصعوبات. يعني كل واحد هادو بعض الاقتراحات، وانتم يمكن لكم ديروا الاقتراحات ديالكم. اذا يمكن لي كذلك غنديروا بروسيدي ا لا كومباريزون دي دو كونجيغيزون ايكريت او طابلو اي فير. اذا غنديروا المقارنه بين لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف اي لو فيرب الي او بريزون دو لامبيراتيف. يعني غنلقاو كاين اختلاف تو، لان تو قلنا في البريزون دو لانديكاتيف كنديرو تو فا في ا اس، وفي الامبيراتيف كنحيدو ديك اس، مي الاخرين كلشي متشابهين. مزيان نديرو واحد غومارك. اذا قال لك كوم تو لي فيرب لو فيرب الي كونجيغي او بريزون دو لامبيراتيف ني با اكومباني دي برونون دو كونجيغيزون. اذا قال لك لو فيرب الي البريزون دو لامبيراتيف يعني ما كيرافقوش دوك لي برونون جو تو اي، يعني ما كيرافقوهمش. مزيان قال لك لا فورم دو فيرب الي او بريزون دو لامبيراتيف روسومبل ا سا فورم او بريزون دو لانديكاتيف. يعني كيشبه لو فيرب الي قال لك في لامبيراتيف كيشبه لا فورم ديال نيت نفس الفيرب في البريزون دو لانديكاتيف. قال لك ا لا بروميير بيرسون دو بلوريال اي لا دوزيام بيرسون دو بلوريال، يعني كيشبهو في نو. مثلا لو فيرب الي في البريزون دو لانديكاتيف كنقولو جو في تو فا ايل فا نو زالون فو زالي، يعني كيشبه في بروميير بيرسون دو بلوريال عفوا اي دوزيام بيرسون دو بلوريال. مي فا فتو في بروميير بيرسون دو سانغولي كاين اختلاف، هنا في البريزون دو لانديكاتيف كاينه اس وهنا ما كايناش اس. مزيان. كذلك هنا قالك على دوزيام بيرسون دو سانغولي دو فيرب الي conjugué au présent de l'impératif ne prend pas s à la fin. Il le verbe aller au présent de l'impératif mais s s à la fin. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا لا فيديو، وان شاء الله غنحط لكم مازال كذلك ديداكتيك ديال الرياضيات وكذلك الجدادات باذن الله.
نتمنى يعني تخليو لنا شي كومونتير كتحفيز، وكذلك ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس الاخرين باش يستافدو، واللي ما فهمش شي حاجه يحاول يخليها لي في كومونتير ونعاود نطرق ليها في الحصه الجايه. ونتمنى لكم التوفيق والله يوفق الجميع، والسلام عليكم.